طبوا يلا ورجعوا لكم الله هنا هي بتسعى شباب اتجمعوا اتجمعوا يا اخوان رجع منه عم طالب على الحاج خلاص هذا الموت البطيء نحن أمراض مستشفى الثورة العام بتعز نعاني من عدم توفر المواد الغسيل للفشل الكلوي والمحاليل الطبية، بالإضافة إلى الكوادر الطبية بلا معاش لحد اليوم، لا يستلموا لا معاشات ولا حاجة. ونناشد المنظمات الإنسانية والدولة والمحافظ بتوفير المواد الغسيل، لأن إحنا هالكين زلقين خلاص. نحن الآن على إشراف الموت. الآن نحن ميتين، إحنا ميتين، موت سريري، موت سريري. القسم حقنا مسكر لحد الآن، ونحن نعاني يومين ثلاث بيموت لنا ثلاثة أربعة إنه نتيجة عدم وجود الغسيل. يعني الواحد ما يتحملش، ما يتحملش 3 أيام 4 أيام، ما يقدرش يتحمل نتيجة البولينا والسموم إحنا متحملين الأكفان بيدينا، أكفان الموت خلاص جاهزين. يعني احنا منتظرين الموت باي لحظه، والمحاليل الطبيه نغسل علينا المواد. زلقين مش نغسلين، زلقين انتهين. القسم مغلق لحد الان، شوف القسم الان مغلق، شوف قدام عينك. هذه قضيه موت. نطلب من الدول حق الغسيل، ونحن حاملين الاكفر معانا لان ما معنا غسيل. ندعي المنظمات الدولية والعربية والعقمية والمحافظ والقائد والرئيس والحكومة، ندعي انقذونا احنا من هذه الورطة. نحن أمراض الفشل الكلوي نعاني من قلة الأدوية، ونطالب المنظمات الحكومية والرئيس عبد الرب هادي توفير مواد الاحتياجات لجميع الفشل الكلوي، لامراض الفشل الكلوي. نحن معرضين للموت باي لحظه. خلاص يا شباب الله معاكم، تفرقوا.